مرحبا، شلونكم؟ ان شاء الله تكونون بخير. انا مشتاق لكم وهواي، وادري مشتاقين للفلوقات مالتي. اليوم 17/8 هو تاريخ ميلادي، يعني اليوم انا على حسب معلوماتي دخلت بال28. هواي يقولوا لي لا انت دخلت بال27، بس انا حسب ما اعرف انه انا ختمت ال27 ودخلت بال28. وبعد ما اعرف انتم قولوا لي ايش قد عمري. انا تاريخ ميلادي 17/8/1993. اليوم قررت انه نسوي احتفاليه بيني وبين اهلي، راح تشوفون الاحتفالية أكيد شيء بسيط وبيناتنا. كنت أتمنى أن أصدقائي يكونوا وياي ويشاركوني هذا اليوم، بس للأسف تعرفون الظروف ما أقدر. هذه مفاجأة حلوة، يمكن يقصدوها شركة يوتيوب، ما يقصدوها ما أدري، بس أحب أقول لكم أني أول مفاجأة صارت لي وفرحتني هو توثيق قناتي باليوتيوب. أني صار لي فترة كلش طويلة مقدم على توثيق اليوتيوب، واليوم وصلني والعلامة طلعت. حطيت لوحات جديدة بالبيت وجددت ونقلت الأشياء، اللي هي هذه كانت بالزاوية خليتها هنا أول ما أدخل البيت، واللوحة الثانية خليتها فوق السرير بالضبط. هذه هي اللوحة، سويتهم من روم خانة. هذه ثلاجتي، واللوحة الثالثة صارت فوق الثلاجة، بس لازم من وراء الضوء ما تتبين. هذه هي اللوحة، شوفوها، وهذا دعبس مسترخي هنا وقاعد. هذه الشجرة انطيتها لأهلي وبعدين رجعت أخذتها مؤقت، وخليت هذا الحائط كله لوحات. تشوفون الجمال شلون طلع أحلى. هذه اللوحة عن قريب راح توصلني، يعني لوحة وصيتها من بيج بحجم كبير، لأن أنا عندي شباك وراء هذه اللوحة حتى تغطيها وأغير شوية. مرحبا، نصيحة من عندي لكم، ما دام بعدكم بداية العمر، يعني أني سنة عن سنة أحس نفسي إنه مسؤولياتي زادت، يعني من صدق كبرت، يعني اهتماماتي زادت. ما دام بعدكم بداية عمركم، توك جت يمني، ما دام بعدكم بداية عمركم اشتغلوا صح، كونوا مستقبلكم. صحيح ظروف بلدنا تعبانة، بس لازم نكون أقوى من الظروف. كونوا شاطرين، سووا شغل، سووا فلوس، ديروا بالكم على أهلكم. أبداً لا تقعدون، اطلعوا من القوقعة اللي أنتوا بيها، واطلعوا حتى من الظروف اللي إحنا بيها، كونوا أقوى من أدها. وبس، هذه نصيحتي للكل، مثل ما أنا سويت واشتغلت على نفسي، أتمنى أنتوا تسوون وتشتغلون على نفسكم، واتمنوا لي عيد ميلاد سعيد، اكتبوا لي بالتعليقات. وصلت كيكتي، هذه الكيكة مال عيد ميلادي. شكرا كيك شوب، عاشتيتكم. وهسه جيت للجيم اتمرن وارجع. وصلت للبيت بعد الجيم، هسه راح اسوي تعديلات بسيطه للحيه، تمشيط واسبح، وراح اتحضر للعيد ميلاد والعشاء. هذول جهالي الحلوين، هذا بالدعابيس، هاي توك توك بس تتشلبه حبيبي. هذه هي ماكينتي اللي مرات، يعني مو دائما، اعدل بيها لحيتي. ممكن تعوفون قلبي ما تذونه، ليش اللي أحبكم هواية بسرعة تنسونه، محتاج واحد يفهم ايش بيه، محتاج أنام براحتي شوية، عشرة ناس لا يحنية، قلب عليهم شبت عيونه. أموت على هاي الأغنية، اسمعوها بصوت حمزة المحمداوي، اسمها ممكن تعرفون قلبي، اسمعوها. بلشت أبدل وأحضر نفسي، لأن أريد هذا المكان أخذ بيه صورة حتى أنزلها على الإنستغرام مالتي. شوفوا دعبس قاعد بالمكان المفضل مالته، بالكارتونة مال الكيك. أنا جهزت نفسي، لبست هذه اللبسة،
شنو رأيكم؟ حلوة؟ ودلت نفسي وشعري ولحيتي، طلعت كيكة. عيب مو؟ واحد يمدح نفسه؟ أو لا كيكة. هذه الأغراض وصلتني من كيك شوب، كلش أشكركم، اللي هي كيكة العيد ميلاد مالتي والسوالف هاي ملاعب العيد. هذه الكيكة مش قد حلوة؟ شكرا كيك شوب، ما قصرتوا. وصل أول الضيوف، يا أهلا وسهلا بابا، تفضل. رد الباب وراك. شنو رأيك بالتغييرات الجديدة؟ حلوة؟ مبروك، حلوة حبيبي. شكرا بابا. اش تتمنى لي بعيد ميلادي؟ آمين. اش تتمنى لي بعيد ميلادي؟ العمر الطويل والنجاح الباهر حبيبي والموفقية، وإن شاء الله أشوفك أعلى المراتب. حبيبي أنت راضي عني؟ راضي عنك؟ اي هواية، مو حبيبي أنت، مو شوية، أنا أحبك هواية. أنت ابن بار حبيبي، كل عام وأنت بألف خير. وأنت بخير، الصحة والسلامة والنجاح والموفقية. والله يخليكم إلي إن شاء الله، بجاه سيد المرسلين محمد. حبيبي شكرا شكرا. جتني الخطار الثاني. أمي أمي ايش تتمني لأمي بعيد ميلادي؟ ميلادي؟ اي قلت لك اريد اتزوج. يعني بس زواج ببالك كله؟ زواج ان شاء الله، وتصعد وتكبر بعيون العالم ان شاء الله يوفقك حبيبتي. تحبيني لو لا؟ عندك جهال. تحبيني لو لا؟ عشان ما احبك خليني اشوف جهالك، احبهم صدق والله، ما دام طيباني ان شاء الله. اخاف اموت ما اشوفهم. لا اسم الله عليك، هذا هو باكر اتزوجاني. ابوي ومسوي جلسه تصوير الدعبس. ايوه عاشوا. ترى انا احبك اكثر منك. اوكي هذا اخوي عمر، يشبهني لو لا؟ تعال هنا عمر، بس هو برونزي اكثر اسمر. اتمنى انه يعني هاي السنه اتمناها بدو. عشت ايدك والله، عشت ايدكم. تم نخلي واحد اليوم راح اضرب الدايتان. هاي السلطه العظيمه. صح عمر، هواي لحيت بموضوع الزواج. لا ليش اللي حغل حتى شوف جهالك جهلان يجونك. لا دكلي اكلي. بما ان اليوم ضاربين الدايت، احنا هذه كلش احبها، بالبستاشيو هذه بالفستق من كيك شوب، خلينا نقضي عليها. خلص اليوم، اكلنا واستمتعنا وغنينا ورقصنا، شفتوا اهلي كلش ناس بسيطين وحبابين. اتمنى لكم الخير، واني هم اتمنى تتمنوا لي الخير. احبكم واحد واحد يتابعني، وشكرا. يعني اتمنى يكون عجبكم هذا الفلوج. لا تنسون تسوون لايك وتسوون سبسكرايب للقناة. تعلقوا لي شنو رأيكم بهذا الفلوج. اني احبكم هالقد، بس اقولكم في مع الله.